التشغيل. طبقنا عبارة عن سلطة التونة مع البطاطا. المقادير كما ترونها أمامكم على الشاشة: حبتان كبيرة من البطاطا، نعمل على تقشيرها وتقطيعها على شكل مكعبات، 100 جرام من الخيار المخلل أي طرش الخيار، 12 حبة من الزيتون الأسود أو الأخضر أو الاثنان مع بعض، 100 جرام من الذرة المسلوقة، ملعقة تأكل من زيت الزيتون والكركم، وها هي تغلي، ننتظرها حتى تنضج. ها هي حبات البطاطا. نضعها على نار هادئة لتنضج. والآن بعد أن نضجت البطاطا نحاول تصفيتها من الماء. ثم نطفئ النار. نضع الزبدة نضع جبنة الشدر المقطعة نحاول إذابة الجبنة داخل البطاطا. نرفعها من النار. نأخذ طبق التقديم ونضع البطاطا في الطبق هكذا. الآن نضع التونة
ثم نضع مخلل الخيار ثم نضع الزيتون المقطع ناعما ثم نضع حبات الذرة الآن نضع قليل من المايونيز ثم نضع الخردل ها هو الكاتشب ها هو المايونيز وأخيرا ذرات من المعدنوس للزينة. ها قد أصبح طبقنا جاهز للتقديم. أحبتي، أتمنى أن تكون وصفتي لهذا اليوم قد نالت إعجابكم، وسأضع لكم المقادير وطريقة العمل في صندوق الوصف، وأي استفسار اكتبوه لي في التعليقات وسوف أرد عليكم. أحبتي، إذا ما أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بقناتي وتفعيل الجرس. انتظروني بوصفة جديدة معكم. أنا أنخلة. باي.